انطلقت أمس أيضا منافسات رياضة الملاكمة بقاعة إيماج التابعة لقصر المعرض بالمدينة الجديدة لوهران وسط حضور جماهيري مميز ومعتبر للدول 26 المشاركة في هذه الألعاب. وشهد اليوم الأول المتضمن للأدوار التصفوية لمختلف الأوزان منافسة شرسة، حيث تمكن الملاكم الجزائري يوسف يونس نموشي من بلوغ دور ربع نهائي في وزن 75 كيلوغرام بعد تغلبه على الإسباني كواردادو بنتيجة عريضة وفارق كبير. يشار إلى أن منافسات الفن النبيل مستمرة لليوم الثاني على التوالي بخوض الأدوار التصفوية المتبقية لمختلف الأوزان. يعني والله للأسف يعني الملاكمين هم صغار في السن، ربما هذه أول مشاركة لهم دولية. بالنسبة لعبد السلام ساسي بكل صدق يعني ماهوش في يوم، والملاكم نتاعو كان قوي وقام باللي عليه وإن شاء الله القادم أفضل. بالنسبة لمحمد عزيز التواتي قام مقابلة باهية، احنا بينا تفاجأنا بالهزيمة نتاعو. بالنسبة للمنتخب التونسي مازال عندنا زوز ملاكمين في وزن 52 كيلوغرام و 57 كيلوغرام باش يخوضوا الأدوار النصف النهائية، ينتظروا المنافسين نتاعهم وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا على البوديوم إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله على الفيكتوار اللي ربحت سما بصعوبة كما شفتوا، باسكو الضغط ما باسكو في بلادنا، وزيد الكومبا الأولى في صحابي وزيد الكومبا الأولى ليا وفي بلادنا، وقلت لك حضور جماهير تما مليح وأثر شوية باسكو شفناهم البارح اللي تنقلوا بزاف للستاد ولا جاو هنا بزاف وتشوف العيال تاعهم باش تخسر عندهم شوية، تجينا أنا نبني ضمير يكون نخسر مع هذا ونخيبهم. الحمد لله تما كيما شفتوا المسافة المنافسة كانت شوية صعيبة مع منافس تما أوروبي اللي من أوروبا.